بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة آيات عظيمة أحببت أن أتوقف معكم حولها نتأملها ونحفظها ونرددها في كل مناسبة سيدنا موسى عليه السلام كان أحيانا يرتبك لسانه لا ينطلق لسانه وأرسله الله لمواجهة يعني اطغى طغاة الارض وهو فرعون هذا الذي جعل من نفسه الها قال انا ربكم الاعلى وكان يقتل الاطفال ويستحيي النساء وتحدى الله واراد ان يقتل رسوله موسى عليه السلام واذل الناس وجعلهم يسجدون له من دون الله كل هذا الجبروت كان المطلوب من سيدنا موسى ان يواجهه. نحن اليوم ايها الاحبه مهما كانت مصاعبنا لن تصل الى هذا المستوى. لذلك الله عز وجل امره وعلمه دعاء يدعو به لمواجهه الشدائد، مواجهه المصاعب، مواجهه المخاوف. قال ربي. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي كلمات بسيطه ورائعه ومباشره احبتي في الله قال رب اشرح لي صدري بدا بصدره فطلب من الله عز وجل دعا الله ان يشرح صدره ان يوسع هذا الصدر لينطلق لسانه ليتمكن من الكلام بصوره جيده ولا يخاف احدا وبخاصه انه سيلاقي رجل مجرم هو فرعون بدأ بالطلب من الله ان يشرح له صدره، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، يعني يا رب وجهني في الاتجاه الصحيح. اختر لي اللحظة المناسبة التي ادخل فيها الى هذا الظالم هذا الجبار فأدعوه بالتي هي احسن واختر لي انت يسر لي امري تيسير الامر ايها الاحبه واحلل عقده من لساني يعني يا رب عندما اتكلم اجعل لساني ينطلق فلا يرتبك لا يتردد لا يخاف و يختار افضل الالفاظ لاقناع هذا الطاغيه. يفقه قولي يعني الهمني ان اتحدث بكلمات تصل لقلوب وعقول هؤلاء المجرمين الذين ساواجههم وهو فرعون وهامان وجنودهما. طيب ماذا كانت النتيجه ايها الاحبه؟ النتيجة انه عندما دعا بهذا الدعاء فرعون وجنوده لم يستطيعوا ان يفعلوا اي شيء لم يقدروا فعل اي شيء وقفوا عاجزين مكبلين امام قوة هذا الدعاء لذلك احبتي في الله وانتصر سيدنا موسى انتصر في النهاية على هذا الطاغية الذي جعل من نفسه الها فاغرقه الله سبحانه وتعالى وأذله وجعله عبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إذا أحبتي في الله نستطيع أن نستنبط من هذه القصة، قصة سيدنا موسى أن هناك سلاحا ينبغي أن تتسلح به في مواجهة مصاعب الحياة، مهما بلغت مصاعب الحياة، مشاكلك مهما بلغت من التعقيد لن تصل الى جزء صغير من المشاكل التي واجهها موسى عليه السلام امام هذا الطاغيه فرعون، لذلك ايها الاحبه انصح كل اخ بان يحفظ هذه الكلمات الرائعه يحفظها في قلبه وعقله ويرددها في اي موقف، اي موقف تدخل تريد ان ييسر الله لك امرا مهما كان قليلا أو كبيرا أو صغيرا أو كبيرا تذكر هذا الدعاء وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للقرآن وأن يجعلنا من الفائزين برحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته